أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم عن كيفية نوم الحيتان. الحيتان هي حيوانات من فصيلة الثدييات، ولكنها تعيش في الماء، فكيف لها أن تنام دون أن تغرق؟ وأيضا كيف تنام بالرغم من حاجتها للصعود إلى سطح الماء كل نصف ساعة تقريبا لتتنفس الهواء؟ الأسماك تمتلك الخياشيم التي تستخدمها في استخراج الأكسجين من الماء، أما الحيتان فهي تمتلك الرئتين عوضا عن ذلك. وكغيرها من الكائنات الحية، فالنوم يعتبر حاجة ضرورية وجزءا لا يتجزأ من حياة الحوت، فهو يحتاج إلى النوم للراحة من السباحة، وفي نفس الوقت بحاجة إلى الأكسجين لعملية التنفس. إذن كيف ينام الحوت؟ قام العلماء بالكثير من الدراسات والتجارب للتعرف على طريقة نوم الحيتان، فوجدوا أن الحيتان تنام 8 ساعات تقريبا يوميا، وأن نصف دماغ الحوت يغلق تماما، أي ينام بشكل كامل، بينما النصف الثاني من الدماغ يبقى نشطا، وبتلك الطريقة فإن الحوت لا يفقد الوعي بشكل كامل أبدا، ومع ذلك أيضا فهو يحصل على الراحة التي يحتاجها. كما أن الجهاز التنفسي لدي الحيتان يتيح لها البقاء على قيد الحياة تحت الماء لفترة تصل إلى 30 أو 50 دقيقة دون الحاجة إلى أخذ الأكسجين من السطح، وذلك بسبب الحجم الكبير للرئتين الذي يسمح لها إدخال الأكسجين بالكميات اللازمة لها. يطلق العلماء على طريقة نوم الحيتان اسم النوم نصف الدماغي الأحادي بطيء الموجة، حيث أنها تكون بطيئة الحركة أثناء نومها. وهذا الأسلوب من النوم يمكن الحيتان من السباحة والحركة ويبقيها في حالة وعي جزئي أثناء النوم، وهذا ضروري حتى لا تغرق الحيتان، وأيضا تكون يقظة لأخطار الحيوانات المفترسة مثل أسماك القرش ومواجهة أخطار المحيطات. كما أن النشاط العضلي الذي تقوم به الحيتان أثناء نومها يساعدها على دفء جسمها، فهي عرضة لفقدان حرارتها بسرعة إذا توقفت عن السباحة. يمكن القول أن الحوت لا ينام بشكل كامل، بل ينام في حالة غفوة أو قيلولة، حيث أنه يكون أحد جانبي الدماغ نائما والآخر مستيقظا وبعين مفتوحة والأخرى نائمة. فنجد أن بعض أنواع الحيتان قد تنام على سطح الماء، والبعض قد ينام تحت سطح الماء لدقائق قليلة، والبعض قد ينام بشكل عمودي مثل حيتان العنبر. والبعض قد يظل بلا حركة أثناء نومه، وبعضها يسبح باستمرار. فمثلا الحيتان الحدباء يمكن أن تبقي بلا حركة على سطح الماء لمدة نصف ساعة، وكثيرا ما يتم التشبيه لها بجذوع الأشجار الضخمة العائمة، لكن في جميع الحالات لا تستطيع الحيتان النائمة أن تبقي بلا حركة لفترة طويلة، لأن ذلك قد يعرضها لفقد الكثير من حرارة أجسامها. وفي الختام، إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وضغط إعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو. شكرا للمشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو جديد.